امرأة في المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمها أم محجن. كانت هذه المرأة تقم المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت في ليلة وذهب بها الصحابة وغسلوها ودفنوها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه عنها، ولما أخبروه بأنها قد توفيت وقاموا بدفنها ليلا لكي لا يزعجوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم له اهتماما كبيرا بها وتعظيما لشأنها لما كانت تفعله في قبر النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: دلوني على قبرها، وذهب إلى قبرها ووقف عليه وصلى عليه ودعا لها. هذه امرأة كانت فقط تنظف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد يمثل منارة، المسجد يمثل بارقة نور لكل من هم في حاجة لبناء المساجد. ولما كان أول بناء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو المسجد، كانت مشاريع بناء المساجد لها أهمية خاصة، لأن المسجد للصلاة ولتحفيظ القرآن الكريم وللتعليم لكل أمي، وأيضا هو مكان يتفقدون فيه أحوال الفقراء ويساعدونهم. المسجد أماكن تتآلف فيها القلوب، وأماكن ذكر وعبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى. كم تسعد وتفرح عندما تدخل المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيح هذه الغمة وأن يعيدنا إلى بيوت ربنا سبحانه وتعالى، لأننا نشعر فيها بالخشوع والجلال، لكن هناك في أنحاء العالم من يصلون ربما على الحشائش أو على التراب، ربما تتساقط عليهم الأمطار أو تلفحهم حرارة الشمس، لأن المسجد من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى ويتعدى نفعها للآخرين. لذلك تقوم جمعية دار البر ببناء المساجد وحفر الأبار وبناء المدارس وغيرها من المشاريع الخيرية في كل أنحاء العالم. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة برنامجكم سباق الخمسين، ويسعدنا أن يكون معنا في بداية هذا اللقاء السيد يوسف عبد الله المدحاني، مدير إدارة المشاريع الخارجية في جمعية دار البر. أهلا ومرحبا سيد الكريم. أهلا ومرحبا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله الجهود الطيبة في أنحاء العالم، ما تقوم به سيد يوسف عبد الله المدحاني وما تقوم به جمعية دار البر أيضا من أعمال عظيمة. دعنا في البداية نبدأ بهذا اليوم المبارك، ولعل هذه الليلة المباركة ولعلها تكون ليلة القدر، فماذا لديكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله أن بلغنا هذا الشهر الفضيل، ونسأل الله تعالى أن يتمه لنا وأن يسلمه لنا، يسلم رمضان، وأن يجعلنا وجميع المستمعين ممن من عتقائه. آمين. من النار. آمين يا رب العالمين. آمين. في هذه الليالي المفترقة ماذا تقول؟ نعم والله والله الحمد، ذكرت قصة المرأة التي تقوم المسجد. نعم. وحقيقة هي قصة مؤثرة لجميع من يسمعها. حقيقة بناء المساجد من أهم المشاريع التي تهتم بها جمعية دار البر، مع باقة جميع المشاريع التي تقوم عليها جمعية دار البر. نريد أن نطل معكم إطلالة سريعة على سفراتكم، على ما تجدونه من أحوال الناس هناك في البلاد الفقيرة، ما يحتاجونه من هذه المشاريع وأهميتها بالنسبة لهم. نعم دكتور وائل، والله الحمد في مشاريعنا وزياراتنا التفقدية دائما لجمعية دار البر، جميع مشاريع المتبرعين، نقف على قصص كثيرة جدا وأحداث بعضها مؤلمة وبعضها تفرح القلوب، من الأحداث التي تفرح القلوب، وأسأل الله أن يجعلها حافز. آمين. لجميع من يستمع اليوم، ولعل هذا اليوم أو هذه الليلة تكون ليلة القدر يا رب، وكل الأحوال نختم أعمالنا في هذا الشهر الفضيل بالأعمال الصالحة. يوم من الأيام في زيارتنا لدولة الفلبين، وفي مكان بعيد مشينا تقريبا عن العاصمة يعني بالطائرة حول ساعتين ونص، ومن المطار إلى المناطق زيارات المساجد للقرى الفقيرة تقريبا 5 ساعات ثانية. يا الله. نعم مشقة صراحة، لكن
الأخوة هناك القائمين على الجمعية والمشاريع الخيرية، يعني ألحوا كثير أن نلتقي برجل شايب بنينا له مسجد. نحن بنينا مساجد كثيرة في الفلبين، بس ألحوا لنا لا نبغاكم تزورون هذا الرجل بالتحديد. قلنا لهم يلا تفضلوا، فطلعنا وصلنا عند منطقة مهجورة طبعا، يعني أو منطقة نائية مش مهجورة، منطقة نائية وحولها بيوت صغيرة وأعشاش وحصلنا فيها مدرسة. هذه المدرسة قالوا هني المسجد. يوم شفنا فعلا مسجد جمعية دار البر موجود في هالمدرسة في المنطقة البعيدة. دخلنا سلمنا على الأخوة هناك ورحب فينا صاحب المدرسة، وصاحب المدرسة يعني كان يعني وايد وايد بين عليه الفرح الشديد صراحة. ما شفنا واحد يعني فرحان بمشروع مثل ما شفناه عند الرجال هذا. الله. هي نعم. وبعدين يوم تكلمنا مع المترجمين قالوا شوفوا هذا صاحب المدرسة ترى من أغنى أغنياء يعني المنطقة، وسخر لكن كل ثروته لتدريس. لما نقول من أغنياء طبعا هو عنده أراضي، أقصد أراضي نعم. شاسعة هناك نعم. عندهم يعني اللي عنده أرض هو غني يعتبر الثروة نعم لأن يزرع فيها وكذا، هاي ثروة نعم. كبيرة عنده بالنسبة له. فطبعا أوقف الأرض يعني أكثر من النص مدرسة لتعليم الطلاب، ما شاء الله، تعليم شرعي وتعليم بعد اللي هو المدارس العام نعم نعم. فأوقف معظم الأرض هذه وكلها يزرع فيها عيش وينفقها على المدرسة وتدريسها. المدرسة طبعا اللي يقول الحين لما أقول لكم مدرسة، المدرسة عبارة عن عشاش لو كان يعني الوقت في سعة لرويناكم هاي العشاش. الصفوف عبارة عن عشاش، شيء مؤلم صراحة، من الجريد والخوص أو شيء من طرف القبيل، هي من شيء جريد وشيء عادي جدا. قلنا له وين يدرسون؟ قالوا يدرسون هنا طبعا فوق تشينكم بغطاي، ويدرسون في فترة اللي هو قبل أن تطبع الشمس وكذا، يعني قبل أن تحمى الدنيا. المهم الشاهد لما جلسنا وياه وطبعا فرحان في حضورنا وافتتاح المسجد، بعد ما قلنا له نباك توجه كلمة للمتبرع حقيقة، يعني هاي انفجر بالبكاء. يا الله، انفجر فعلا، يعني ما توقعنا نحن يصيح مثل ما يصيح يعني طفل. فهديناه، ومع العلم هذا رجل دكتور يعني مش واحد عامي وكذا، لها دكتور. فهدينا سألنا يعني ليش هالبكاء شديد؟ قال هذا يقول الحين يقول أنا انتظر المسجد، هالمدرسة هو بانينها من يعني قول من أيام أباء يعني بانينها، وهو بعدين أشرف عليها وغيره إلى آخره وراثة. قال أنا انتظر حد يبني لي مسجد من أكثر من 20 سنة. يا الله، إيه أكثر من 20 سنة ينتظر حد يبني مسجد. أيوة، وأنت جيتوا وبنيتوا المسجد. يا الله. شو أقول كلمة شكر لهذا المتبرع؟ ما أعرف والله. هذه يعني هذه 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 كلمات يعني مبشرة وتسعد، ولكن أيضا تحزن في نفس الوقت. يعني هناك مسلمين حول العالم لا يجدون مكان يصلون فيه، يسألون من يعطينا نبني مسجد في مكان معين، والدول العالم كثيرة فيها أماكن تريد المساجد. أخي يوسف، نريد منكم رسالة للمشاهدين الكرام حول المشاريع التي يقبل الناس عليها في هذه الليلة أو في هذا اليوم، لعلها تكون ليلة قدر. والله أنا أوجه رسالة ونداء لجميع من يتمكن من بناء مساجد وحفر آبار وبناء فصول دراسية وغيرها من المشاريع، نعم، أنه إذا كان عنده فائض أن يتوجه فيه لدول فقيرة. والله شفناهم بحين دول يعني محتاجة بشكل كبير، يعني فقر مقنع. نوجه الأخوة أن يتوجهون بتبرعاتهم لبناء المساجد وحفر الآبار وطباعة المصاحف وفصول دراسية وسلال غذائية. كم بتكلم المشاريع هناك قد ما تكب في هاي الدول،
حب، واتجاه الشارع الوقفية هناك، بناء الوقف، دكاكين وقفية، أي شيء، مزارع وقفية. فالمشاريع كثيرة الصراحة. نعم. أسأل الله تعالى يعني أن يرفع هذا البلاء. الصدقات يا أخواني تراها ترفع البلاء. نعم. وتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. نعم. واحد وفي هذه الأيام الأخيرة وقد تصادف ليلة القدر، فنقبل على المشاريع هذه الخيرية بإخلاص، ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. أمين. ويرفع هذا الداء. أمين. مع الحرص على كذلك الصدقات داخل الدولة وخارج الدولة. جميل. هذه الصدقات وهذه التبرعات أخي الكريم تصل إلى الجمعية عن بعد، كما عرفنا سابقا. أمين. أنها يعني من خلال الرقم المجاني 879، يمكن أيضا لمن يريد أن يساهم أو يتبرع يتصل بالرقم المجاني أو من خلال الموقع الإلكتروني أيضا. التبرعات سهلة عن بعد وكل في مكانه. أمين. إما بالفيزا أو بالتحويل البنكي أو بأمور كثيرة. هذه المشاريع التي تحدث عنها أو يتحدث عنها الآن أخي يوسف المدحاني، تحدث عن مشاريع لأناس لعلهم يكونوا الآن في أمس الحاجة لبئر ماء، أليس كذلك أخي الكريم؟ نعم صحيح. يحتاجون يشربون الماء في هذه الأونة، يحتاجون أن يصلون في هذه الأونة، يتضرعون إلى الله في هذه الأونة، يعلمون أبنائهم في هذه الأونة. الباب مفتوح للجميع. هذه الرسالة التي تحدث بها أخي يوسف اليتيم. يعني الرقم نعيد مرة أخرى للسادة المشاهدين، 800-779-879، هذا الرقم المجاني لمن يريد أن يساهم أو يتبرع يتصل به. كلمة للمحسنين وللمشاهدين، كلمة أخيرة سيد يوسف، ماذا تقول؟ والله كلمة أخيرة، نشكر كل من ساهم في التبرعات للخارج ولداخل الدولة، وكل من دعا ولو ما كان عنده شيء دعا على الأقل يسعفنا بدعوة الله يرفع هذا البلاء عن بلاد المسلمين وعن العالم كامل، لأن الكل في قارب واحد في هذا المرض. وكذلك نشكر الجميع، كل من يعني في كثير من الناس ما تصدقوا لكن دلوا على الخير ونشروا، والله الحمد يعني وصلت تبرعاتهم ل مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن يبارك وأن يتقبل من الجميع الصدقات. أمين. ونحث مرة أخرى وأخيرة لنجدة أخواننا المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأرقام التبرعات مثل ما ذكرتها الدكتور 879. أشكرك شكرا جزيلا أخي يوسف المدحاني على هذه الإطلالة وعلى هذه المشاريع المتميزة وعلى هذه المشاعر الصادقة، لأننا نعرفك منذ فترة ونعرف كم صوتك يكون مقبلا وقويا ومتحمسا، لكن عندما تذكرت هذه المشاريع الإنسانية وهذه المواقف الإنسانية وجدنا هناك وكأنك تحمل هم كل هؤلاء على كتفك، وكأنك تحمل مشاعر من يحتاجون الآن ويمدون أيديهم بطلب العون لمن يريد المساهمة منكم. فأشكرك على هذه المشاعر الصادقة وهذه الكلمات المعبرة. نحن نتشرف ونحن نخدم هذا الدين ونخدم هاي الإنسانية، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. آمين. أشكركم شكرا جزيلا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم دائما. مشاهدينا في كل مكان، كان هذا اللقاء مع السيد يوسف عبد الله المدحاني مدير إدارة المشاريع الخارجية في جمعية دار البر والمشاريع المهمة التي تنفذها الجمعية في أنحاء العالم. والسؤال اليوم مشاهدينا في كل مكان، اذكر آية من القرآن الكريم تتحدث عن أهمية المسجد أو الصلاة. اذكر آية من القرآن الكريم تحدثت عن المسجد، أهمية المسجد وأهمية الصلاة. الآيات كثيرة والإجابات كثيرة، والجوائز اليوم متميزة. معنا اليوم 500 درهم نقدا وصندوق عطور عالمية، والرقم الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدينا للاتصال بنا مباشرة، شاركوا بالإجابة وتدخلوا معنا السحب على جوائزنا النهاردة. مشاهدينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود نتلقى اتصالاتكم، فابقوا معنا. ورجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل لقاءنا معاكم النهاردة من سباق الخمسين، وخمسين موضوع وخمسين سؤال وخمسين جائزة. موضوعنا معاكم وبرنامجنا معاكم مشاهدينا، وأنا أتلقى اتصالاتكم للإجابة على السؤال، اذكر آية من القرآن الكريم تحدثت عن أهمية المسجد أو الصلاة. سؤال سهل والإجابات كتير والجوائز متميزة. معنا النهاردة 500 درهم نقدا، ومعنا أيضا صندوق عطور عالمية. ومعنا الاتصال الأول من تميم شعبان من عجمان. السلام عليكم يا تميم.
وعليكم السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا وبركاته. بك. إجابة السؤال هي؟ حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا بكم. نعم الآية، السؤال، نعم تفضل أسمعك. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كل مسجد. نعم. وادعوا الله مخلصين له الدين. سورة الأعراف الآية 29. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة وعلى هذه الآية القرآنية. ونأخذ الاتصال الثاني معنا من يوسف أحمد رشاد من الفجيرة. السلام عليكم يا يوسف. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا أخي الكريم، حياكم الله. شارك إن شاء الله. إجابة السؤال. الآية، نعم الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، آية سورة البقرة. أشكرك أخي الكريم على هذه المشاركة. والاستعانة بالصبر والصلاة مهمة جدا، لأن الصلاة هي عماد الدين، والصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. وبناء المساجد للصلاة أيضا من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النفع يتعدى للآخرين، فالعطاء هنا يتعدى لكثير من الناس، يمتد الثواب لعله لأجيال وأجيال، طيلة بناء ذلك المسجد، والثواب يعود لصاحب الفضل في بناء هذا المسجد. معنا اتصال من رزان زياد من الشارقة. السلام عليكم يا رزان. السلام عليكم. أهلا مرحبا أختي الكريمة. إجابة السؤال. الإجابة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية في سورة الأعراف. الأعراف، نشكرك شكرا جزيلا على المشاركة. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نأخذ الزينة عند كل مسجد، ومن باب أولى أن نزين المساجد لأنها بيوت الله في الأرض، وأن نقيمها لمن هم في أمس الحاجة إليها. فمشاهدينا، هي دعوة لكل من يرانا الآن، لمن يريد أن يشارك في هذه الليلة وفي هذه في هذا اليوم في المشاريع الخيرية وفي دعم الفقراء والمساكين حول العالم، عليه أن يبادر ويساهم ويشارك ويسارع في هذا المضمار. فاللحظات المتبقية من رمضان قليلة والأعمال الخيرية واسعة. معنا اتصال من أغيد محمد من الفجيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله في أغيد. الله حيك. كيف الأحوال؟ حياكم الله. كيف ترى الأعمال الخيرية وكيف ترى هذه المساهمات في هذه الأونة، وما الرسالة التي توجهها للمشاهدين؟ يعني الحمد لله احنا ما نراه شيء يثلج الصدر، خاصة في هذه الظروف، هذه الأزمة. نعم. يعني ما نراه من أعمال ومبادرات قدوتنا فيها الشيوخ الكرام ثم أهل الفضل والإحسان، كلها أشياء تثلج الصدر، وهذا ليس غريب عن المجتمع الإماراتي. يعني دور العمل الخيري في هذه الأونة وفي هذه الأزمة وجد توازن عجيب، وأوجد يعني مساحة على الأرض من العطاء لغير القادرين بشكل يعني ولا أروع. خفف جدا من هذه، نعم، الأزمة الناس، من هذه الأثار على الناس بالفعل. نعم، خفف من أثارها، نسأل الله القبول. آمين يا رب العالمين. إجابة السؤال أخي الكريم. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أشكرك على هذه الآية القرآنية. والمساجد لله سبحانه وتعالى، فنريد أن تكون لله. معنا اتصال من فاطمة عبد الكريم. السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام. أهلا ومرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرب كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة الأعراف. أشكرك فاطمة على المشاركة وعلى الإجابة وعلى أيضا تكرار لهذه الآية القرآنية. معنا سؤال حلقة اليوم مشاهدينا. نذكر لمن انضم للمشاهدة الآن، اذكر آية تتحدث عن أهمية المسجد أو الصلاة. أي آية في القرآن الكريم ذكرت فيها مسجد أو صلاة؟ وحول أهمية هذا الموضوع نتلقى اتصالاتكم للفوز معنا بجوائز قيمة، وأيضا لكي نتباحث في القرآن الكريم وندخل في آياته، نبحث عن هذه الآيات لنقترب أكثر من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونحن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. مشاهدينا، هذا الموضوع تحديدا موضوع العمل الخيري والمساهمات، كما تحدث ضيفنا الكريم الأخ يوسف عبد الله المدحاني، بأنها أعمال يعني ترفع غضب الرب سبحانه وتعالى، وأنها تقرب العبد من ربه، ولعلها أيضا تشفي المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة. معنا اتصال من سميرة من أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك أختي الكريمة. إجابة السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. القرآن الكريم ربط كثير أخت سميرة بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هل تجدين ذلك من الأهمية عند كثير من الناس أن يربط هو بنفسه أيضا إقامة الصلاة أم الزكاة، أم أنه يجد فارق، المال شيء والصلاة شيء آخر؟ كيف ما سمعت عدل؟ يعني هل كما أمر ربنا سبحانه وتعالى الناس تتعامل بنفس الربط بين الصلاة والزكاة، كما أن الصلاة مهمة بالنسبة له أيضا الزكاة مهمة، أم أن هذه نقرة وهذه نقرة أخرى؟
لا الزكاة بعد مهم يعني. نعم، الناس أحيانا تتغافل قليلا، أحيانا ينسون، أحيانا يجدون المال كما قال القرآن يحبون المال حبا جما، يقيمون الصلاة بالفعل لكن أحيانا يتكاسلون عن الزكاة. فهذه الآيات القرآنية تربط دائما بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في قالب واحد وفي وتيرة واحدة. أشكرك سميرة على المشاركة معنا. ومعنا اتصال من خليفة محمود من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا مرحبا أخ خليفة، كيف الحال؟ مبارك عليكم الشهر. مبارك عليكم ما تبقى من أيام الشهر، ونسأل الله أن يوفقكم يا رب وكل من يشاهدنا وكل من يتابعنا وكل المسلمين أجمعين لليلة القدر يا رب العالمين. إجابة السؤال. السؤال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أشكرك أخي الكريم على المشاركة معنا وهذه الآية القرآنية الكريمة. وما زلنا معكم مشاهدين نتباحث في سباق الخمسين عن آيات تتحدث عن أهمية الصلاة وبناء المساجد في القرآن الكريم. فكما قلنا بأن المسجد هي دار عبادة، وهي أول بناء بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأهميته القصوى، لأن هذا البناء تمتد وتنبثق منه الحضارة وتخرج منه القيم الإسلامية الأصيلة ويبنى فيه رجال. معنا عمر محمد. السلام عليكم. السلام. أهلا بك أخي عمر، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. إجابة السؤال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أشكرك أخي عمر على المشاركة معنا وعلى أهمية ذلك. أيضا من الأهمية بمكان مشاهدينا أن نأخذ الزينة عند مسجدنا، وإن كان في بيتنا وإن كان في محرابنا وإن كان على سجادة الصلاة، علينا أن نتزين ونحن في البيوت ونحن نصلي الآن. علينا أن نقيم الزينة ونقيم أمر الله سبحانه وتعالى في كل مكان يسجد له فيه، فلا يعني يكون عندنا لا مبالاة بمسألة الملابس ونحن نصلي الآن لربنا سبحانه وتعالى، فنصلي بأي ملابس. ما أجمل أن نتزين وأن نتعطر وأن نتطيب ونحن في بيتنا نقيم الصلاة ونصلي، وأيضا في يوم العيد إن شاء الله نلبس أجمل الملابس وكأننا نخرج للساحات، ومع ذلك نكون في بيوتنا نصلي صلاة العيد مع أولادنا بأبهى حلة وبأجمل زينة امتثالا لأمر ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يوم فرح ويوم سعادة ويوم سرور. فالصلاة في البيت لا تمنع أبدا أن نأخذ الزينة كما كنا نأخذها ونحن نذهب إلى المساجد. مشاهدينا المشاريع أيضا تتنوع في كل الأعمال الخيرية. حفر الأبار من الأماكن أو من المشاريع التي توفر المياه، والمياه هي أصل الحياة لكثير من الناس. ربما يقطعون الأميال الطويلة والمسافات الطويلة ليحصلوا على شربة ماء وعلى قطرة ماء. مهم جدا أن نمد إليهم أيدينا في هذه الأيام وأن نعطيهم ما يمكن أن نعطيهم إياه، إما في مشروع سقيا ماء ولو بمبلغ بسيط، إما في حفر بئر، والآن المبالغ ميسرة وليست كبيرة أيضا في حفر الأبار، وكذلك أيضا إقامة الخزانات والأبار الارتوازية ومشاريع الأبار التي يعني المضخات الكهربائية. ربما تقيم قرية بأكملها، يعني مشروع كهذا ربما يعطي لقرية بأكملها مياه، استصلاح أراضي، وأيضا رعاية مواشي وأيضا لحوم، فيعطيهم كثير من مناحي الحياة. فربما بئر ماء يعطي استدامة في هذا. معنا اتصال من ضبية محمود. السلام عليكم. السلام عليكم أخت ضبية. وعليكم السلام ورحمة. أهلا ومرحبا بك. أهلين. إجابة السؤال هي: أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. أشكرك أختي على هذه المشاركة وعلى هذه الآية القرآنية. فالله سبحانه وتعالى بصير بعباده، يعلم السر وأخفى، يعلم ما حتى تنوي فعله. وأيضا مشاهدين الكرام، من لا يستطيع أن يتبرع أو يتصدق أو يسهم أو يقيم مشروعا عليه أن يدل على الخير. فمن يشاهد الآن أو يتابع الآن أو يتأثر الآن عليه أن يدل خيره من أهل الخير ومن أهل القدرة المادية. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فربما تأخذ ثواب بناء مسجد أو حفر بئر أو إقامة مشروع تعليمي مثلا لكونك فقط تكلمت فيه، لأنك ذهبت إلى أحد من الناس ونصحته بأن يقيم مسجدا أو يحفر بئرا. هذه الدلالة على الخير يكون لك الثواب مثله بالضبط. معنا اتصال من محمد طاهر من أم القوين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. إجابة السؤال هي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. من الذي يسبح فيها بالغدو والآصال؟
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبطار. أشكرك على هذه المشاركة الطيبة وعلى هذا الصوت الجميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن يجعلك من المهرة في القرآن الكريم. مشاهدينا في كل مكان، نذهب إلى الدعاء ونستمع إليه ونؤمن خلفه ونقول آمين. اللهم أحيي والدينا على لا إله إلا الله، أمت والدينا على لا إله إلا الله، أخرج والدينا من الدنيا خير مخرج. اللهم إنا نشهدك رغم تقصيرنا في حق والدينا إلا أننا نحبهم يا الله. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-8844، خدمة الواتساب 050-611-2409، الموقع الإلكتروني www.fujcharity.ae. مشاهدينا في الفصل الأخير معاكم النهاردة، هنعرف مين فاز معنا بالجوائز ومين كانوا سعداء الحظ في حلقة النهاردة، ويا ترى مين سعيد الحظ أو سعيدة الحظ معنا النهاردة، وناخد اسمين مباشرة معنا. معنا فاطمة عبد الكريم من الفجيرة، ألف مبروك صندوق العطور، ألف مبروك فاطمة عبد الكريم، ألف مبروك الجائزة، وهي عبارة عن صندوق عطور عالمية. والجائزة الثانية معنا اليوم تميم شعبان حسن، 500 درهم نقدا. تميم شعبان ألف مبروك الجائزة، نبارك لي تميم الجائزة ونبارك لكل المشتركين. مشاهدينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذا اللقاء معكم من برنامج سباق الخمسين. سباق الخمسين، 50 موضوع و50 سؤال و50 جائزة. في الغد إن شاء الله حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.